الميلاد والصعوبة يلي عم يمرقوا فيها كل المواطنين اللبنانية. صباح الخير أبونا. صباح الخير أبونا. الميلاد إن شاء الله يكون أداسي لكم. يا رب ينعاد عليك عقبال كل سنة وإن شاء الله بالخير والبركة. آمين. أبونا خلينا نحكي عن عيد ميلاد السنة بشكل عام، قد ايه هو جاي أصعب على اللبنانية؟ قد ايه حسيت إنه العيد حسوا فيه الناس ولا ما حسوا فيه؟ راحوا أكثر للصلاة ولا بالعكس؟ بشكل عام كيف تعاملوا يمكن أبناء رعيتك وكل الأشخاص يلي كانوا حابين بهيدا العيد يكونوا خلصوا من كل المشاكل ومن كتير مشاكل، بس الوعود ما وصلت لا من ناحية الكورونا بعدنا بالكورونا، لا من الناحية الاقتصادية بعدنا ضمن ضائقة، لا سياسية بعدنا. فبشكل عام كيف فينا نتفائل بالخير ونتأمل أنه هيدا الميلاد ولادة جديدة للمسيح وولادة جديدة لوطننا لبنان؟ حقيقة صباح الخير بالأول، صباح النور. وأسئلتك حلوة ومعبرة عن واقع مؤلم. أنا أول شيء بدي أتشكركم، بدي أتشكر الأو تي في، بدي أتشكر كل العاملين فيها، لأنه أهلا أنتم وسهلا كمان فيك. بهالبرامج هيدي عم تحاولوا تزرعوا الأمل، والأمل كل هالعالم تحتاجه خاصة بهيدي الظروف. الميلاد السنة كان فعلا مميز، يعني فينا نعتبره كان ميلاد صامت، كان ميلاد بعيد، يعني العالم بعيد عن بعضه، كان ميلاد بخوف. يمكن ما شعرنا بالفرح اللي لازم نشعر فيه. عم تسأليني عن رعيتي، بدي أقولك إنه الميلاد اليوم بكل العالم هو صعب على الناس. أنا رعيتي بإيطاليا، حتى بإيطاليا اليوم العالم كمان ما عيدت مثل ما كان بدها تعيد. ولكن من وين بده يجي الأمل رغم الظروف الصعبة؟ الأمل بده يجي من الإيمان أولا. يعني اليوم مطلوب منا أنه نجدد إيماننا بقوة الرب. السيد المسيح قال إذا كان لكم إيمان قدر حبة الخردل تقولون لهذا الجبل انتقل إلى البحر فينتقل. أنا اليوم بحب أقول لو كان عندنا إيمان قد الفيروس كنا منقول للفيروس ارحل اذهب والفيروس بيروح من هالعالم. فالمسألة مسألة إيمان. وبدي أقول كمان بأسف نحن إيماننا صار كتير صغير، ما عاد كتير هالعالم حاطط إيمانه بربنا، صار العالم عم يفتش بمطرح تاني. أكيد نحن مع العلم، وإن شاء الله قوة العلم تجي من قوة الله. الله عطى الإنسان إمكانيات كتيرة، وعطاء إمكانيات الاختراع وإمكانيات إيجاد الحلول، ولكن إيماننا مش بالدواء على المستوى الروحي، إيماننا مش بالطعم الفاكسين، إيماننا هو بقدرة الله فينا. فهذا الشيء اليوم مطلوب منا كلنا سوا بالميلاد إنه نتجدد ونجدد روح الإيمان. هذه أول نقطة لازم على كل إنسان إنه يقوم فيها. بس كيف أبونا يعني يلي عم ينصاب بالفيروس منه شخص مؤمن، كيف فينا نترجم هالشيء على الأرض؟ ما لها علاقة عالمياً. ما لها علاقة بمسألة شخصية هيدي. هيدي لها علاقة كيف فينا نترجمها؟ كونية. يعني كلنا بدنا يكون عندنا نفس كونية. نعم. هلا كمان سؤال حلو، كيف أنا كشخص بدي ترجم إيماني؟ أنا كشخص بدي أعتبر حالي اليوم أنا شريك في هذا الكون. يمكن أنا أكون إنسان منيح ولكن أصبت بمرض فيروس أو غير فيروس، أنا عم بدفع ثمن كل أخطاء هذا الكون. ما الإنسان يعيش بشراكة، الإنسان مش لحاله بهالحياة. يعني أنا وياك مسؤولين عن خطأ عمله آخر، وآخر مسؤول عن خطأ عملته أنا. وكمان أنا إذا بعمل عمل منيح وأنت بتعملي عمل منيح بيستفيدوا أهل الصين، بيستفيدوا أهل أمريكا، لأنه كل خير مهما كان صغير بيأثر على الكل، وكل شر مع الأسف حتى لو صغير كمان بده يأثر سلبا على كل الكون. فالمسألة شوي كونية، يعني بناخذها بنظرة عامة. هلأ على المستوى الشخصي أنا أصبت، يعني ما بدنا كمان نرجع لقصة أيوب، الموضوع بطول سلامة كتير. قلبك. النبي أيوب
مش انا اصبت يعني عمول، في حال مثلا انا اصبت او انت اصبتي او اي انسان. نبي ايوب ساله لربنا لي انا. نبي ايوب كان انسان جيد جدا امام الله، ربنا ما اعطاه جواب، مع انه ايوب عمل ثوره، قال له يا خي شو عملت لك انا؟ ليش صار فيي هيك؟ ما اعطاه جواب. ساله ربنا لايوب، قال له هلا انا بدي اسالك، انا لما خلقت هالعالم انت وين كنت يا ايوب؟ انا لما خلقت البحار والانهار والسماوات وين كنت؟ ما عنده جواب ايوب. اذا بالعالم في اسرار، وهيدي الاسرار هون بنرجع للمساله الايمانيه، انا او اي انسان مصاب بهذا المرض بده يعتبر حاله شريك مثل السيد المسيح في الام البشريه، ويتحمل بجهد وبايمان وبقوه الشفاء، انه انا بقوه ربنا بقوه العلم بقوه الطب اللي هي كمان بتجي من قوه ربنا بدي اشفى. واذا كان لابد انه انا اتحمل هذا الالم وانتقل الى السماء، فكمان الحياه مش كلها على الارض، كمان نحن حياتنا تتوجه نحو السماء. بس انا عم بحكي عن مساله كونيه، العالم خف ايمانه، يعني ما عدنا نحن بالعالم عم نتوجه كثير نحو الله بقدر ما عم نتوجه نحو مصالحنا الشخصيه، عم نعمل انانياتنا كبريائنا. من وين بتجي الحروب؟ يمكن الفيروس بيجي من الطبيعه، الطبيعه بتثور احيانا ضدنا لانه نحن عم ناذيها. طيب والحروب من وين بتجي؟ لانه الانسان عم يثور ضد الانسان لانه بده كل شيء له، ما عم يقعد يحاور مع غيره، ما عم يقدر يقول بس ابونا بفتره المرض وبفتره الفيروس وبفتره الصعوبات الكثيره وصل الانسان لمطرح انه ما في شيء بقيم فيه غير الايمان. ما حسيت انه في ناس ارتدت؟ يعني ما كان في شيء ممكن نتمسك فيه غير ربنا، وبعدنا لهلا عم نقول يعني صحيح. بقدره ربنا بس نحن عايشين، وخاصه بلبنان قد ما نحن تعبانين. فهون الايمان باي اطار بناخده؟ انا صحيح بايطاليا بس عايش معكم بلبنان، يعني انا بالروح بلبنان، ونحن كجمعيه حتى انتم قديش تعبتوا، عم نحاول نزرع شويه فرح بلبنان. ايه ما سمعتك، قولي لي. لا عم بقول حتى انتم بايطاليا يعني من وراء الفيروس ومن وراء الكميه الكبيره من الناس يلي ماتت من وراء الفيروس، كان وضع كثير صعب عليكم وكان صحيح. مشكله كثير كبيره اكيد. نحن اليوم بدنا اذا بدنا نشرح هذا الالم العالمي، نعم، بدنا نقول كمان انه بالمقابل في ناس مؤمنه، في ناس عم تصلي، في ناس عم تشتغل بالعلم بايمان، يعني هناك مجموعة من العالم تعمل الخير، ومع الأسف هناك مجموعة من العالم تعمل الشر، ولكن هذا الصراع بين الشر والخير هو على مستوى أرضي. الله هو الخير الأسمى، هو الخير المطلق. بقدر ما أنا بتعلق بالخير الأسمى، بالخير المطلق اللي هو يسوع المسيح بالميلاد، أنا أستطيع أن أخلص وأخلص غيري على هذه الأرض وفي الحياة الأبدية. تنرجع شوي للبنان، وضع لبنان أكيد اليوم صعب جدا، صعب جدا، وكلنا سوا بنعرف الأسباب. السبب الأساسي بلبنان اللي ما عم يخلينا نحارب كورونا فيروس هو الواقع الاجتماعي والواقع السياسي الصعب اللي خلقوا مجموعة من الحكام. قلنا 40 سنة من نادي يا جماعة ضمان الشيخوخة، معاشات التقاعد، ضمان اللي ما عنده عمل، البطالة. طب وين هو؟ هودي بتعرف انه لو تحقق جزء بسيط منهم كنا فينا نكافح كورونا بشكل اكبر. يعني الاجنبي اليوم اللي عايش باوروبا اكيد عنده مشاكل كثير، بس لما بعده ما عاش وعم يوصلوا التقاعدي، او اذا هو عاطل عن العمل وعم يعطوه قرشين، قادر يجاهد اكثر وقادر يصبر اكثر. بينما الشعب اللبناني شو بده يعمل؟ واكثر من هيك، لا تقاعد، لا ضمان، لا طبابة، ولا مدارس، وشو بدي يعني بتعرفوا أكثر مني الوضع. أبونا أخذوا لنا مصرياتنا هوليك كلهم مش سألانين عنه. هذا المرض الكورونا ما عندنا ولا وسيلة لنحاربه بشكل اجتماعي. فهاي المسؤولية عمين بدنا نتحملها؟ أكيد ما نحملها على حالنا. أنا لما أحكي عن الفساد بلبنان، كلنا سوا لما نحكي عن الفساد، مع الأسف يعني أكيد الحكام مسؤولين بدرجة أولى. الحل في لبنان اليوم
هو حل ميلادي بامتياز. شو يعني ميلادي بامتياز؟ يعني بدءا من الرأس الديني والدنيوي، بدءا من الزعيم، إذا ما طلع بمغارة الميلاد شاف يسوع الفقير، شاف يسوع المضحي وعمل مثله وقال أنا مصرياتي بدهم يكونوا بخدمة هيدا الوطن، بخدمة هيدا الإنسان اللبناني أخي في المواطنة. إذا ما نعمل هيك ما في حل بلبنان، رح نضل رايحين نحو الأسوأ مع الأسف. ما فينا نتغير إذا ما وقفنا ورحنا نحو الخير. طب ما المسيح إجا ليعلمنا. إذا واحد معه مليارات الدولارات، طب ما طلع بالمسيح يا أخي. ونحن بنعرف بلبنان أزمتنا هي انحسار الثروة بمجموعة من الناس اللي حكمت بالحرب، قتلوا هالعالم ببعضهم وبالسلم سرقوا هالعالم، هالاقتصاديين الكبار. ما عم نحكي عن الكل، ولكن كل إنسان منا معني، الصالح معني والذي أخطأ معني. الحل ميلادي بامتياز. برجع بكرر، خلينا نطلع بفقر يسوع المسيح، ما رح ناخد شي معنا من هالدنيا. وهالكلام أكيد بوجهه أنا للزعماء والمسؤولين في لبنان. أنا ما بعرف الزعماء يعني بالعموم بالتفاصيل، بس أنا بسأل مين مسؤول، أنا؟ أنت؟ في حدا مسؤول عن هذا الواقع؟ الحاكم هو مسؤول وعليه مسؤولية، إما يقوم بمسؤوليته ويلاقي حلول، إما يتنحى ويترك الشغل لغيره. يعني ما في أبسط من هيك بالمسألة. هذا على المستوى الاجتماعي، على المستوى الإنساني العملي. وطبعا على المستوى الإيماني أكرر، الحل ميلادي. بدنا نتعلم التخلي. نحن بجمعية الناس للناس نحن ما بنستفيد أبدا من الدولة، الدولة ما بتعطينا شيء. نحن أصدقائنا اللي بالعالم شافوا الوضع بلبنان قديش صعب، وخاصة بعد الانفجار، حاولوا من طريقنا ومن خلالنا أنه يساعدوا شوي. فنحن الأخبار الصغيرة يعني منقدم هدية، منقدم مواد غذائية، منقدم دواء صغير حسب الممكن. هي ما بتحل مشكل، بس هي بتساعد إذا بدك بضوء من الأمل. ما الحياة مش بس خبزة، الحياة كمان فرح. يعني أنت لما تروحي لعند شخص تقدمي له هدية، حتى لو مريض، حتى لو زعلان، عم تخلقي عنده شوية فرح رغم هالشي اللي هو عايش فيه. أبونا رغم الصعوبات يلي هلأ نحن، نعم بس بدي أسألك، رغم الصعوبات يلي كلنا عم نمرق فيها، وأكيد في كتير ناس كان وضعهم خليني أقول نورمال صار تحت، أكيد تراجع كتير لورا، ورغم أنه كتير وأغلبية اللبنانية تعبانين، عم نحس أنه المساعدة كترت، وصار حتى الفقير عم بيساعد الفقير، وحتى رابو. اللي هو يمكن صحيح. هيك وضعه عادي عم بيساعد اللي أقل منه. هل نحن عم نحس أكثر ببعضنا من وراء هالضائقة؟ هل هالشي كمان حسسنا بإنسانيتنا أكثر ورجعنا شوي كمان لإيماننا بهيدي النقطة؟ التطوع، المساعدة، شفنا هالشباب يلي هن بأعمار صغيرة ويلي يمكن ما كانوا كتير واعيين قد ايه قادرين يساعدوا، ساعدوا من دون ما يفكروا، يعني عندهم شيء جواتهم دفشهم حتى يساعدوا. هيدي النقطة قد ايه هي كمان فعل إيمان؟ ما في شك إنه التعاضد والتعاون هو مسألة أساسية. ونحن الشعب اللبناني رغم ما أسينا، وكمان بدي أقول رغم فسادنا أحيانا، نحن شعب طيب، يعني منهب للمساعدة، عنا محبة الآخر بعد موجودة بقلوبنا، وهيدا نابع من إيماننا. ولكن الشيء اللي قسم اللبنانيين طوائف وطبقات اجتماعية خلى كمان داخل هاللبناني يصير فيه إذا بدك نوع من الشك، إنه أنا يا عمي شو بعد فيي أعمل. صار عندنا شك بالمواطنة، صار عندنا شك بلبنان. ومع الأسف برجع بقول هاي المجموعات اللي عم تحكي عنها قليلة جدا. ونحن فعلا فرحين انه الفقير عم يساعد الفقير، هيدا أرقى أنواع التعاضد، هيدا فلس الأرملة. بس ما السؤال المطروح، أنت يا أيها الغني اللي معك المليارات وينك؟ وين التعاضد تبعك؟ شو غير فيك هذا الواقع المؤلم؟ يعني بدي اتأسف انه الفيروس ما علمنا كفاية، المرض ما علمنا كفاية، مع الأسف الشر بعده أقوى. يعني ما بدي أقول انه نخوف العالم، لا، بس هذا واضح.
نحن أمام هذا الشر اللي شايفينه بعضه أقوى، نحتاج إلى تضامن أكثر، نحتاج إلى الإنسان اللي قادر يعطي أكثر. يا عمي قوم أعطي، ما تضلك نايم، ما رح تاخذ معك شيء، بالأخير بده يجي حدا يقول تأخذ منك نفسك. بده يصير فيهم، أنا أحيي مثلي مثلك كل إنسان عم يقوم حتى ولو بعمل صغير. يعني أنا عندي حرام ما بدي إياه بعطيه لغيري، أبسط الأمور يعني فينا نساعد فيها بعضنا. ولكن اليوم اللي عم ينحكى باستعادة الأموال المنهوبة، هذه مسائل وطنية لازم تصير، ما فينا نستغني عن هاي ويضحكوا علينا يلا الفقير بيساعد الفقير يعني شغلة حلوة. لا حبيبي، هناك مسألة اجتماعية وطنية، في حاكم، في رجل مال، في رجل اقتصاد عليها المسؤولية، بده يرجع المال، بده يشوف الوضع الاقتصادي ليش صار هيك، بده يشوف إذا كان فعلا انضحك على هالشعب انسرق مصرياته بده يرجع له مصرياته. يعني هاي وقائع اجتماعية بدها تنبع كمان من الإيمان بالإنسان، ومن الإيمان بكرامة الإنسان، ومن الإيمان بأنه الله شايفنا كلنا، ويوما ما بده يدين كل إنسان على أعماله. فمن هون أرجوك ما بدنا نلتهي بس بهذا التعاضد الاجتماعي وننسى الواقع الأساسي. الواقع الأساسي هناك طبقة في لبنان اقتصادية وسياسية مسؤولة بدها تتحمل مسؤوليتها. طبيعي. هذا اللي بنوصله. ولما نشوف العالم كلها هالثوار ما عم يقدر يوصلوا لنتيجة، لأنه كمان في شيء أصعب يبدو بعد. هوني بس الدعوة أبونا اليوم بدي أحكي، الميلاد يا زعماء لبنان، يا عمي ما بقي حدا ما قال. البابا عم يقلكن ساعدوا حالكن، ما بيصير تستمروا بهالفساد اللي انتو فيه، وكل العالم عم يحكي نفس الشيء. طب ما حلنا بعد، نوقف وقف الضمير قدام ضميرنا. ليش انت أبونا ما معك لما 10 نحكي مليارات نحن عن دولار يا اخي؟ الميلاد وعن فعل الإيمان يلي حضرتك حكيت عنه ويلي قلت إذا عنا ذرة إيمان فينا ننقل الجبل من مطرح لمكان آخر، قديه بعد قادر اللبناني يآمن إنه عن جد ممكن نرجع نوقف على إجرينا؟ وقديه هيدي النقطة أساسية إنه نرجع على القليل نزرع هالإيمان حتى نقدر نعمل شيء؟ في كتير ناس استسلمت، وهون عم بحكي بأعداد كبيرة، ومنهم أشخاص كتير كانوا بيأمنوا وبعدهم بيأمنوا بس مستسلمين بأنه الوضع ممكن يتحسن. كيف ممكن إيماننا يرد لنا هيدا الرجاء؟ والميلاد هو معنى كل شيء اسمه أمل وحب ومستقبل وكل شيء حلو وكل شيء ولادة جديدة، بس كيف الواحد هيك يشتغل على هيدي النقطة، يبلش من حاله وبلكي كمان بتنتقل للجماعة؟ إن شاء الله يا رب. اليوم نحن بالكنيسة الغربية بعيدوا للعائلة المقدسة، نعم، وبالكنيسة البيزنطية بعيدوا لمار يوسف، وتتكامل النظرة. إذا جينا نحن طلعنا بهالعائلة المقدسة شفنا يوسف الصامت وتضحيات هذا القديس، والسنة البابا على فكرة أعلن هاي السنة سنة القديس يوسف. يعني اليوم بدنا نعمل بصمت، بدنا نآمن بصمت، وبده يكون عندنا فعلا إيمان إنه اللي هو عند الله نحن ما بنعرفه. ربنا عنده 100 طريق يفتح لنا هي. هيدا أول نقطة بالإيمان، وإن شاء الله رح تنفتح طرقات جديدة بلبنان. أنا مش عم بتنبأ يعني مثل هول اللي بيتنبوا، بس أنا من منطلق إيماني بقول إنه والإيمان. الأمور بتكبر وبعدين بتصغر، وهذا حال الدنيا. نعم. اليوم المطلوب مثل ما قلتي كل واحد يبلش من حاله، يبلش بعائلته الصغيرة وينتقل لعائلته الكبيرة. فعلا أنا بدي آمن بالخير. يعني لما نحكي عن الفساد بلبنان اللي هو سبب مصايبنا الأكثر، هو مش بس فساد الزعيم والحاكم واللي سرق المال، هو فساد كمان أي مواطن. لما أنا أروح على الدائرة بدي شغلي ما يعطيني هي إلا بعد 100,000 تربيح جميلي وبعد ما يقبض، هذا فساد. أنا لما أروح عندي شغلي حق 10 ليرات بيعها ب50، هذا فساد. يعني في مجموعة من الفسادات إذا بدك، يمكن هي تكون صغيرة بس ما هي كمان عم تولد مشاكل. الإيمان بدنا نقول بده يرجع الإنسان لذاته، أنا بدي أعيش بمحبة، أنا بدي أعيش بتخلي،
أنا بدي حاول بلش بحالي بالصلاة، أنا بدي حاول احترم الآخر، أنا وين ما كنت بدي يكون بخدمة الآخر، خاصة إذا كنت موظف دولة يعني مسؤول عن تسيير أمور الناس، إذا كنت معلم شو ما كنت. هذا الشيء مهم، أنا أدعو كل لبناني اليوم إنه فعلا يرجع لذاته بمناسبة هالميلاد ويشوف هو وين كان لا سمح الله في مكان ما فاسد، بيرجع يصلح. كلنا بدنا نعمل هيك، لأنه الفساد عن جد شغلة صعبة بلبنان، فعلا شغلة صعبة. فهون قوة إيماننا وتفكيرنا إنه ربنا ولد من شاننا، ولد صغير، ولد فقير، ولد بمغارة، ولد في مذود. يا عمي خليني أفكر شوي بذاتي، أنا شو عم ضحي من شان الآخرين؟ طيب أوكي بديش ضحي من شان الآخرين، على القليلة ما أكذب عليهم، ما أكون فاسد بحقهم، ما أعمل شهادة زور. هاي الأمور البسيطة اللي هي بدها تخلصنا. كمان اليوم بدنا نفكر انه العائلة شغلة مهمة جدا، انا بدي بلش بعائلتي، هذا التضامن العائلي. بتبلش تكبر العائلة، لعائلتي، لضيعتي، لمجتمعي، للبناني، لوطني، للعالم اللي انا عايش فيه. ان شاء الله يعني بنعمة ربنا يقدر كل واحد منا على الميلاد صغيرا وكبيرا، فقيرا وغنيا، انه يقدر يعيش هالقيم الاساسية الانجيلية المسيحية اللي اجى يسوع المسيح لينشرها بهالارض. أما أن نتعجب من الشر بالعالم ما لازم نتعجب، الحياة كلها صراع دائم والحياة فيها طلعات ونزلات. نحن اليوم في وادي عميق، ولكن ما في شك رح نرجع نطلع شوي شوي بنعمة ربنا وبقوة الشعب اللبناني. وأنا كوني اليوم برات لبنان بحب أقول أنه اللبنانيين الموجودين برات لبنان يمكن تعلموا أشياء كتير من المجتمع الخارجي الغربي، وهن اليوم ركيزة أساسية لمساعدة الشعب اللبناني. يعني اليوم بلبنان فقدنا كتير أشياء، آخر شيء كان عندنا المصارف، كنا مفكرين أنه هالمصاري اللي حاطينهم بالمصارف هاودي عليهم الأمان، وهاللبناني عم يعيش بشوية فوائد، ويعني ها مسكجين مثل ما بيقولوا. راحت المصارف. باقي اليوم المغترب اللبناني هو كمان بصيص أمل، انه قديه هالمغترب قادر يساعد المواطن اللبناني اليوم فليكن، ولازم يعرف وين عم تروح المساعدة. هيدي شغلة كمان أساسية ومهمة. وكمان لابد ما انه نحن نفكر بهذا التواصل الروحي. صحيح اليوم العيال بعيدة عن بعضها، وفي إذا بدك نوع من التشرد بسبب هذا الحرب اللي عملها علينا الفيروس. كمان بدنا نفكر روحيا، السيد المسيح ترك الله الآب وإجا لعنا نحن البشر، ولكن روحيا هو متحد بشكل دائم وكلي بالآب السماوي. ترك وإجا لعنا، يعني ابتعد حتى يقرب. ونحن كمان حتى ولو كنا بعيد عن بعضنا كلبنانيين، وفي لبنانيين كتير منتشرين، بدنا نضل نفكر انه نحن روحيا أقرب من بعضنا، وبدنا نشتغل من أجل بعضنا البعض بكل تعاون وبكل تضامن، بمغارة الميلاد، تحت خيمة الميلاد، تحت سما الميلاد، بإيمان الميلاد، برجاء الميلاد، بمحبة يسوع بالميلاد لتجسد لأجلنا، ونحن نجسد ببعض أعمالنا أو كلماتنا أو بسماتنا. كل إنسان وين بيقدر يجسد محبة يسوع بالميلاد، كائنا من كان، المسلم والمسيحي والبوذي، أي إنسان، محبة يسوع بالميلاد هي محبة كونية شاملة. إن شاء الله ربنا يلتفت ويسمع منا. أدعو جميع المشاهدين والمستمعين، صلوا من كل قلبكم. الصلاة مش بس والله عملنا دعوة للصلاة وبرستيج وهيكي فولكلور، لا، عملنا دعوة للصلاة يعني أنا بدي أركع ببيتي أنا وعائلتي وصلي من قلبي. صدقوني إذا صلينا من قلبنا الله بيسمع. بس ما نعيش فولكلور الصلاة، الصلاة مسألة إيمانية، بدي أركع وصلي ببيتي. تصوري إذا كل العالم وقف وقفة إيمانية، يا عمي بيصير 100 شفاء في العالم، كل الفيروسات بتروح من العالم. أكيد بنعمل فرق كتير كبير. ميرسي لك أبونا وعلى كلامك الحلو،
وإن شاء الله كمان يا رب بنرجع بنحكي أكثر عن مواضيع كثيرة تبث ما شوية حكينا شيء عن تفاؤل. الجمعية وأخبار لا الجمعية، إن شاء الله مرة تانية كمان. ليش أنا بتحب أحكي شوي بالجمعية؟ لأنه كمان نحن بدنا نشجع الناس، الخبزة والبسمة هودي نعم بدهم يمشوا سوا، ونحن بجمعية ناس عم نحاول نعملهم، وياريت كل إنسان بيعطي خبزة وبسمة للإنسان اللي حده، لخيه بالميلاد، خيه بيسوع، خيه بالله، كلنا أخوة بالخلق. نهاركم سعيد، ينعاد عليكم جميعا، وربنا يبارككم. انتو كمان بالاعلام كثير مهمين، وصلوا دائما كلمه الحق، ما تخافوا، وصلوا كلمه العداله، كلمه كرامه الانسان، وربنا يبارك فينا بلبنان وبرات لبنان وفي كل الكون. شكرا ابونا، ميرسي.